وقد اختلفت عبارات أئمة الإسلام من المتقدمين والمتأخرين في تعريف التوحيد ما بين مفصل ومجمل وبين تنوع في العبارات، ولكن مؤداها واحد لأنها تسقى بماء واحد. فبعضهم عرف التوحيد بأنه الاعتقاد بأن الله واحد في ملكه وذاته لا شريك له، وواحد في أسمائه وصفاته لا نظير له، وواحد في أفعاله لا ند له. هذا معنى صحيح للتوحيد. وبعضهم اختصر فقال أن الإيمان أو أن التوحيد هو الإيمان بأنه عز وجل واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتخصيصه وإفراده بالعبادة. وهذا تعريف أوضح من الأول. إذا قيل لك ما هو التوحيد فقل هو الإيمان بأن الله عز وجل واحد في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وتخصيصه وإفراده بالعبادة. وإن كانت لفظة ألوهيته تدل على هذا المعنى، لكن بعض العلماء يركز على هذه المسألة في توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية، حتى أنهم سموا هذا النوع من التوحيد بتوحيد العبادة، ولهذا قالوا تخصيصه وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا هو توحيد الله. بعض العلماء قال في تعريف التوحيد أنه اعتقاد العبد وفعله، وهذا التعريف أقصر من الأول وأقصر، لكن يلتقي في نفس المعنى الذي جاء في التعريفين السابقين. التوحيد هو اعتقاد العبد وفعله. ويمكن أن نقول، وهو التعريف المشهور السائد عند كثير من أهل العلم، أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وترك أو خلع عبادة ما سواه. إذا قيل لك ما هو التوحيد فقل هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك وخلع عبادة ما سواه.